تعالى الكفار أن يأتوا بمثله فأتوا بكتاب من مثله إن كنتم صادقين. وقف العرب الفصحاء البلغاء عظماء البلاغة والفصاحة وقفوا مبهوتين أمام هذا النص المذهل. هذا القرآن أعجز الفصحاء، قهر الشعراء، أذعن له البلغاء. أعظم تحدي عرفته البشرية كلها. وقال الله جل وعلا فأتوا بسورة من مثله. من أقوى الحجج على صحة الإسلام هو أن القرآن بحد ذاته معجزة، ولما محمد تلا الآيات على أهل قريش انصعقوا بجماله وبيانه وإعجازه للآيات. لكن القرآن ما اكتفى بهذا الشيء، وتحدى البشر والجن كمان تحديات، والكل فشلوا أمام هي التحديات، مما يعني وبشكل واضح أنه مصدر هذا الكتاب حصرا هو خالق الكون. واليوم هذا هو موضوعنا، خلونا نبدأ. أنزل الله تعالى عليهم القرآن وتحداهم وقال فأتوا بكتاب مثله، فأتوا بعشر سور مثله، فأتوا بسورة من مثله. الحقيقة أنه حتى وتكنت مسلم كنت حس في شيء غلط بموضوع التحدي القرآني لسببين أساسيات. السبب الأول هو كنت أتخيل نفسي كإنسان بدي أثبت وجهة نظري لنملة، فبتحدى النملة لسباق، ولما بنتصر طبعا وهي بتفشل بفتخر بنفسي أني أثبتت وجهة نظري. السباق نفسه مو عادل، التحدي هو بحد ذاته فاشل، لأنه أنا إنسان وهي نملة، في فرق كبير كتير بيناتنا. الآن لو كان في فعلا إله، وخاصة حسب مواصفات الإسلامية، الفرق بين هذا الإله والإنسان هو أكبر بكتير من الفرق بين الإنسان والنملة، فكيف هذا الإله بده يتحدى البشر لحتى يثبت وجهة نظره؟ السبب الثاني كان حقيقة أنه محمد بأول فترة الدعوة، بأهم فترة مرحلة المكية 13 سنة، ما حدا صدقه ولا حدا آمن فيه، هو فشل بالدعوة تماما وما تبعه غير عدد بسيط من الناس بينعدوا على الأيدي. فلو كان هو فعلا جاي بآيات إعجاز وبيان وتحديات، ليش ما حدا آمن فيه؟ ليش ما حدا اتبعه؟ فقررت دور بموضوع التحديات، وبين معي بشكل واضح أن القرآن ما فيه تحديات للبشر، مو بس بشر المستقبل، القرآن ما قادر يتحدى أهل قريش نفسهم. الحقيقة هي بالعكس تماما، أهل قريش هن اللي تحدوا محمد مرارا وتكرارا، وبكل مرة محمد فشل أمام تحديات قريش. محمد ابتدأ الدعوة تبعه بمفهوم الترهيب والترغيب، منخوف الناس اللي ما بتآمن فيني، منوعدهم بأشياء مرعبة، ومنرغب الناس اللي بتآمن فيني بأشياء جميلة ووعود وهمية. أول جملة قالها محمد ببداية دعوته، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، وطبعا أملى عليهم آيات التخويف والعذاب وجهنم والألم بتفاصيل دقيقة جدا حتى الناس تخاف وترغب بهذا الدين. فصاروا يتحدوا لمحمد، قالوا له أنت عم تقول عندك عذاب وعندك جنة، أرجينا نوع بسيط من أنواع العذاب أو شوي من أنواع الجنة تبعك لحتى نصدق أنه أنت فعلا من عند الله. الآية اللي بتقول وقالوا أهل قريش ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. القط تعني القسمة أو الحظ والنصيب. قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، فيقول أنا أنت تعدنا أنك في الآخرة ستفعل بنا كذا وكذا، أعطنا نصيبنا في الدنيا. وهذا منهم على سبيل الاستهزاء والسخرية والعياذ بالله. وطبعا محمد ما قدر يرجيهم أي شيء، ولكنهم أصروا على هذا التحدي لأنه كان دائما محمد يخوفهم من جهنم ويرغبهم بالجنة، وهن قالوا له أرجينا أي شيء، أرجينا قسم صغير من هاي الأمور لنصدقك. فأجبر محمد مع الوقت يجيب لهم آيات يبرر ليش هو ما عم بيقدر يرجيهم أي شيء، بده يبرر موقفه. ويا ريته ما عملها، لأنه الآيات اللي كتبهم بيوضحوا بشكل تام أنه هذا صناعة بشرية. الآية اللي بتقول ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإنما يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون، يعني عم بيتحدوك تأرجيهم العذاب، قل لهم أنه الله ما بيخلف بوعده لكنه ما له مستعجل، لأنه اليوم عنده مثل ألف سنة عنكم فما في عجلة. وقوله الآية أي هو تعالى لا يعجل أو يعجل، فإن مقدار ألف سنة عند خلقه كيوم واحد عنده بالنسبة إلى حكمه. أحلى شيء بهي الآية أنه بترد على المرقعين اللي بيقولوا إلهنا هو خارج الزمان والمكان، القرآن نفسه بيرد عليهم بيقولون لا، إلهكم بمر عليه الزمان مثله مثل البشر. ولكن هي مشكلة تانية لفيديو تاني. آية أخرى عن تحدي قريش لمحمد، ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. هي المفضلة عندي، لأنه هيك آيات بتوضح أنه كاتب القرآن ما عنده أي بعد منطقي وما عم بيشوف المصايب اللي عم بيحط فيها إلهه لما بيتكلم بهي الأمور. أهل قريش طلبوا عذاب، محمد شو بيقول لهم؟ ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب،
يعني الله راغب يرجيهم العذاب، ولكن وللأسف هو كاتب مسبقا أنه عذابكم بوقت آخر، مما يعني أنه إله الكون قدرته محدودة وملزم بالأشياء اللي بيكتبها وغير قادر على تبديل الأشياء اللي بيكتبها. لأنه الآية بتقول ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، يعني في رغبة أنه يجيهم بالعذاب، ولكن للأسف ملزم بالشيء اللي كتبه وغير قادر عن الخروج عنه. فأهل قريش ما اقتنعوا بهذا الكلام، وطبعا أي حدا عاقل ما حيقتنع بهاي الإجابات، فرفعوا مستوى التحدي على محمد، لأنه هن فعلا عم يبحثوا عن الحقيقة، كانوا كانوا يعرفوا إذا هو فعلا من عند الله. رفعوا مستوى التحدي وصاروا يدعوا على نفسهم بالموت والعذاب إذا كان هو فعلا رسول. فأتاهم محمد بالرد يلي برأيي هو أضعف وأكثر رد متهرب بالقرآن بشكل عام، اللي بيقول وإذ قالوا أهل قريش اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو آتنا بعذاب أليم. يعني جربنا كل شيء مع هذا الشخص وما عم بيأرجينا أي شيء من ادعاءاته، إذا أنت فعلا مأرسله اقتلنا كلياتنا، أرمينا بحجارة، عذبنا، ما عندنا مشكلة. فأتاهم الرد الساحق وهو ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم يا محمد. وتحدوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو آتنا بعذاب أليم. اسمع للجواب الإلهي، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم أنا لن أعذب أهل مكة لأنك تحيا بينهم. قال أهل العلم رحمه الله إذا كان جسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسبب وجوده في مكة منع عنهم العذاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم موجود في هذه المدينة منع عنهم العذاب، فكيف لو كان حب النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ إله الكون القادر على كل شيء ملأ طريقة يأتي بالحجارة أو العذاب على أهل قريش من دون ما يصيب محمد العاد بيناتهم. هذا الجواب اللي أتاهم لأهل قريش. ولكن موسى هي المشكلة، المشكلة أنه ضعنا هلأ، شو هي الإجابة الحقيقية؟ هل محمد غير قادر على إثبات إدعاءاته لأنه الله ما له مستعجل واليوم عنده مثل 1000 سنة؟ ولا لأنه الله ملزم بالأشياء اللي كتبها وغير قادر على تغييرها؟ ولا لأنه الله مو عرفان ينزل حجارة على قوم من دون ما إذي شخص قاعد بيناتهم؟ هذا اسمه تهرب وتناقض. والغريب أنه كاتب القرآن نفسه قال لو كان من عندي غير الله لوجدتم فيه اختلافات كثيرة. ومهما لاح للعبد أن شيئا من القرآن يناقض بعضه بعضا فهو غلط منه على القرآن. فقرر محمد بما أنه فشل موضوع الترهيب والترغيب وما عم بيقدر يثبت أي شيء، بيجيهم بطريقة جديدة هي المعجزات. بحكي لهم روايات عن معجزات هن بيعرفوها من قبلي، وبقول لهم الإله اللي أرسل هاي المعجزات هو اللي أرسلني. خطة جيدة جدا، ولكن وللأسف لم يفلح في ذلك. على ما يبدو أهل قريش كان بالهم طويل كتير مع محمد، قال لهم أنا الإله تبعي أرسل رسل وأعطاهم معجزات وأنا رسول عن هذا الإله. قالوا له ممتاز، يعني أنت لازم يكون عندك كمان معجزات، أرجينا واحدة من هذه المعجزات. نقرأ التهرب رقم 1 بالكتاب الذي أعجز العرب. وقالوا الكفار لولا نزل عليه آية من ربه. الآية يعني المعجزة أو الشيء خارق للطبيعة. قل يا محمد إن الله قادر على أن ينزل آية. ممتاز، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وات؟ تخيلوا صديقي هامان يجن يخف عقله ويدعي أنه هو بيتواصل مع التنين المجنح خالق الكون صاحب المعجزات. لما نقول له طيب يا هامان آتينا بمعجزة، أرجينا هاي المعجزات تبعك، يقلنا التنين قادر على أن يأتي بمعجزات، لكن أغلبكم ما بيعرف هذا الشيء ويروح. شو هل هذه حجة قوية أو دليل على أي شيء نحن لازم نصدقه هلا؟ يعني آية تانية، وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه. قل إنما الآيات عند الله، المعجزات عند الله. ممتاز، وإنما أنا نذير مبين. يعني المعجزات موجودة عند الله ما في مشكلة، ولكن أنا مش بتاعة المعجزات، أنا مو شغلتي جيب معجزات، أنا شغلتي منذر فقط. القرآن مليء بهي الآيات، ما رح أقراهم كلهم، رح نجيب بس مقتطفات. لكن أهل قريش حاولوا معه فعلا أنه يا محمد نحن حابين نآمن فيك، ولكن أنت عم بتقول بأنه إلهك بيرسل رسل معه معجزات، أنت رسول أعطينا معجزة. أتاهم الرد اللي بيقول ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. يعني أنتم فاكرين أنكم الوحيدين اللي عم تنتظروا معجزات؟ ما أنا مثلكم عم انتظر كمان، فننتظر سوية. وانتظروا 13 سنة ومحمد عم يتهرب من موضوع المعجزات. 13 سنة جبريل عم يطلع خارج الكون ويرجع يفوت لقلب الكون، عم جيب له الآيات لمحمد ليشرح له شلون يناقش الكفار شلون يتهرب منه. مرة واحدة كنت جيب له معجزة بطريقك أو أرجيهم جبريل هو عم بحاكيك مرة واحدة بس، هذا هي متطلبات. فانجبر بالنهاية يعطي مبرر لهذا الشيء، ليش هو ما قدر يجيب ولا أي معجزة.
وجاب لهم الجواب الساحق اللي بيقول: وما منعنا أن نرسل بآيات معجزات يعني إلا أن كذب بها الأولون. القرآن نفسه اللي بيقول لا تزر وازرة وزر أخرى ولكل قوم هاد ولكل قوم رسول وحجة، بيقول ما بدي أرسل لكم معجزات لأن القوم اللي عاشوا قبلكم من آلاف السنين أعطيناهم معجزات وما آمنوا، فأنتم ما لكم معجزات. طبعا كان كلام غير مقنع مثل ما هو واضح، وهل قريش أصروا أنه يا عمي لا هن كذابين يصطفلوا، نحن نقسم أنه إذا بتأرجينا لأننا ما حنكذبك. فبيجيب لهم الآية اللي بتقول: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله مثل العادة وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون. عم بيجاوب على شغلة ما لها علاقة بالمشكلة الأساسية، نفس الطريقة تبع دعاة الإسلام بوقتنا الحالي شلون بيردوا بيرقعوا الأمور. فما تجيش أبدا كإنسان ملحد تقول لي أن أنا شايف أن السبي ده لا إنساني أو لا أخلاقي أو أي لا بقى من اللي قدي كلها، إلا لما تجيب لي أولا المرجع اللي أنت بتحتكم إليه والمعيار بتاعك اللي بيحدد لك الصواب والخطأ ونعرفه. وبآية تانية بيقول له: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. لحتى يديروا وشهم أو يغمضوا عيونهم يقولوا هذا السحر مستحيل يكون معجزة، عم يفترض موقفهم من قبل ما يرجيهم معجزة. أرجيهم معجزة بعدين شوف إذا فعلا هن كذابين ولا لا، عم بيحكم عليهم من قبل ما يجيب لهم أي شيء لأنه غير قادر على أنه يجيب لهم أي شيء. مجبورين نسأل حالنا نفس السؤال تبع المقطع الأول اللي هو: هل إلهك ما بيجيب معجزات لأنه أكثرهم لا يعلمون، ولا ما بيجيب معجزات لأنه أنت منذر فقط ما شغلتك، ولا لأنه أنت منتظر مثل ما هن منتظرين، ولا هو من الأساس ما بده يبعث معجزات لأنه بعت من آلاف السنين وما آمنوا فيه فقرر أنه هلأ ما يبعث، ولا ما بده يبعث معجزات لأنه ما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ولا لأنهم بدهم يسكروا أبصارهم يقولوا نحن قوم مسحورون. هل هذا فعلا كلام فيه منطق وحجة وبيان، ولا كلام فيه تهرب وتخبط وتناقض، كلام إنسان كتبه لحتى يحفظ ماء وجهه بأي طريقة؟ لحد هون أهل قريش خلص صار عندهم سبب أكثر من كافي يقولوا أن محمد إما كاذب أو مجنون. بعد ذلك صار كذابا عندهم، شاعرا، مجنونا، ساحرا، كل هذه الأوصاف وصف بها من؟ الصادق الأمين. لهيك أول 13 سنة المرحلة المكية من الدعوة ما حدا آمن فيه لمحمد، ما حدا صدقه لأنه كلامه متهافت، ما عنده حجة، ما عنده معجزة، ما عم بيقدر يعمل أي شيء. ما حدا صدقه غير عدد بسيط من الناس بسيطي التفكير وأصحاب العقول البسيطة، وفي منهم ارتدوا لأنه كانوا يعدوا مع أهل قريش المفكرين ومثقفين ويسمعوا الرد المنطقي على كلام محمد ويشوفوا أنه فعلا محمد ليس على شيء. فمحمد جاب الحل المثالي لهي المشكلة وقال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، عوض ما أنا جبلكم الدليل وأرجيكم أن فعلا كلامه متهافت، لا، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكفار في جهنم جميعا. يعني مرة تانية الحل هو التهرب من الموضوع، لا تعدوا معهم، لا تسمعوا كلامهم، أحسن ما حطكم بجهنم معهم. أوكي. يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. لو أن الإنسان جلس معهم هنا في مثل هذه الحال يكون معهم، ولذا ماذا قال بعدها؟ إنكم إذن مثلهم. قرآن ما صمد قدام أهل قريش ومنطق أهل قريش اللي عاشوا من 1500 سنة وكانوا يؤمنوا بأشياء خرافية، حتى مع هدول ما صمد معهم. فلذلك محمد قرر يجيب تحدي وهمي ما فيه أي قاعدة أو أي منطق حتى، ويعلن انتصار وهمي. الآية اللي بتقول: قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لكن هذا مش غريب على القرآن، القرآن مغرم بالانتصارات الوهمية. على سبيل المثال الآية اللي بتقول: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا الملائكة: سبحانك لا نعلم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إله الكون خالق ملائكة ما عندهم حرية إرادة وجاب الملائكة ليتحداهم ويأثبت وجهة نظره أنه هو عبقري. قال لهم هاتوا لنشوف انتوا بتعرفوا الاسماء اللي انا قلت لهم، قالوا له والله ما بنعرف. قال لهم شفتوا كيف؟ وهذا الاله نفسه قرر يتحدى البشر، والاخوه المسلمين اليوم حاملين هاي التحديات وراقدين فيها وبيتجاهلوا كل المصايب اللي حكينا عنها اليوم وبيكرروا هذا التحدي ان اتوا بايات من مثله. اتحداكم ان تاتوا بسوره كمثل ان اعطيناك الكوثر او اذا جاء نصر الله والفتح
أو تبت يدا أبي لهب وتب، أو قل هو الله أحد. مع أنه التاريخ الإسلامي والحاضر مليء بناس حاولت تعمل هاي الشغلات وتم قتله أو تهجيره أو إسكاته، مثل أبو حامد الغزالي العبقري اللي كان عم بيدرس الفلك فكفروه حرقوا له كتبه لأنه الله كتب بالقرآن أنه هو الوحيد اللي بيعرف إمتى بتنزل المطر. ما حكم قراءة كتب أبي حامد الغزالي؟ ما هي كتب السحر والنجوم والقراءة ومعرفة يعني الأحوال الأرضية من خلال الأحوال الجوية أو غيرها من الكواكب، كلام كثير لا تقرأها، أبدلك الله عز وجل خيرا منها. ولكن معلوم عن الرجل رحمه الله رحمة واسعة أنه قد تاب، قد تاب من جميع ما كتب. ولا البنت اللي كتبت صورة كوفيد 19 وحبسوها، ومنيح انتهى الموضوع بحبس فقط، لأنه بوعدكم لو عايشة تحت شريعة إسلامية لكانت قتلت من دون أي نقاش، وفي شيوخ كتير طالبوا بقتله. سورة كورونا التي تحاكي لغة القرآن تسببت في تهديدات بالقتل وتكفير ومطالبات بالمحاكمة. فشو رأيكم بهذا التحدي؟ تحدي من الأساس غير عادل بين إله وبين بشر، تحدي من وجد إلا بعد ما فشل هذا الإله بإثبات أي شيء على صحة ادعاءاته، تحدي مو معروف مين المتسابقين تبعه، شو القواعد تبعه، مين الحكام. تحدي أتباعه مستعدين يقتلوا ويهجروا ويكفروا ويسجنوا أي حدا بيقرب أو بيحاول يطبق هذا التحدي. وبالنهاية هذا التحدي هو من أقوى الحجج على صحة الإسلام ووجود إله الإسلام. بالنهاية ما بحسد دعاة وقتنا الحالي، لأنه مجبرين يدافعوا عن عقيدة متهافتة ومتناقضة صعب كتير الدفاع عنها. محمد بالإسلام هو نسختين، النسخة القرآنية ونسخة الحديث والسيرة. بالقرآن اللي انجمع 24 سنة بعد وفاة محمد، محمد هو شخص ما قدر يجيب أي دليل على ادعاءاته، ما عنده أي معجزة، خسر كل التحديات يتحدوا إياها أهل قريش، وبالنهاية ما حدا آمن فيه واستهزأوا بكلامه وقالوا أنه كلامك كلام بشر أو أنت ساحر ومجنون أو كاذب. ولكن بالحديث والسيرة يتألفوا 200 سنة بعد وفاة محمد، محمد سوبرمان أتاهم بمعجزات بوضح النهار، انتصر بكل الحوارات والتحديات اللي أتوا فيها، وحبوا القرآن وانسحقوا فيه لدرجة أنه أهل قريش كتبوا له أغاني عليه طلاوة وحلاوة وملاوة. مرقعين وقتنا الحالي بيعرفوا أن القرآن ما فيه أي حجة أو أي قوة، لهيك مجبورين يجيبوا أشياء جديدة، الإعجاز العلمي، الإعجاز الرقمي، وبيعملوا إسقاطات لنبوءات وإلى آخره لحتى يأثبتوا صحة القرآن، ولحتى يأثبتوا وجود إلههم كمان ما بيعكفوا على القرآن ولا بيستخدموا أي شيء من القرآن، وإنما بيستخدموا حجج ربوبية، المسبب الأول والضبط الدقيق والوجودية، وأشياء ممكن تطبيقها على أي إله أو أي كيان حتى مو بس إله. وبس لينتهوا من إدلاءاتهم الربوبية بيحطوا كلمة الله. نصيحة من القلب، لا تسلموا عقولكم لهي الناس، ولا تصدقوا أي شيء أنا بقوله من دون ما تبحثوا وتتأكدوا من المعلومات، ولا تشاركوا هذا الفيديو إذا كنتوا عايشين بمجتمع إسلامي متعصب، لأنه ممكن هالمشاركة يكون لها تأثيرات سلبية على حياتكم. فيكن تعملوا لايك، فيكن تعملوا تعليق باسم وهمي، ولكن المشاركة قد يكون لها تأثيرات سلبية، فكونوا حذرين. والأهم من هيك إنه دائما تحبوا بقلبكم بس تفكروا بعقلكم. Peace.